صباح الخير عليكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من خلال البث المباشر. صباحكم مبروك، صباح الخير والتيسير والتوفيق ان شاء الله باذن الله. اخذكم في جولة في شوارع مدينة باس العاصمة العلمية للمملكة بطبيعة الحال متابعينا الاوفياء. معكم في هذا البث المباشر إذن أجواء صباحية غائمة بفاس، درجة الحرارة واصلة في الأثناء 22 درجة ديال الحرارة. إذن دائما معكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في في هذه الجولة الصباحية بشوارع مدينة فاس، كنقربكم من الأجواء كيفاش دايرة في مدينة فاس في الشوارع. أكيد على أن كاين الناس خارج مدينة فاس اللي مشتاقين يشوفوا شوارع فاس ويتفكروا، لربما كاين الناس كيشتغلوا في مدن أخرى أو كاين الناس كيشتغلوا في الجالية المغربية، كاين الناس من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كاين الناس اللي باغيين يتعرفوا على الشوارع ديال فاس اللي كيتابعونا من باقي المدن المغربية. فهاد الجولات كنبين لكم الاجواء ديال المدينه، وكاين جولات يعني كتكون من مختلف المدن المغربيه بطبيعه الحال. الهدف منها هو تقريبكم من شوارع المدينه بالصوت والصوره. اذا الان في شارع الحسن الثاني، هذه الاجواء، فاللهم يسر الجميع. اكيد اليوم الاثنين كتكون بعد يعني يومين ديال الراحه بالنسبه للناس اللي موظفين في القطاع العام الويكند. ف اليوم الاثنين فالواحد كيسر كيبدا اسبوع جديد بحيويه جديده بطاقه جديده، فكنتمنوا التوفيق للجميع. الله يرحمنا سي عز الدين، امين امين. صباح الخير ملاك سلطانه، صباح الخير. الحمد لله على كل حال. اكيد لان شويه التساقطات المطريه تعطلات هذا العام، الله يرحمنا يا رب. من مدينة كتابعوا القناة ديال شوف تي في، الله يرحمنا فاتي الكل كيدعي بالرحمة ان شاء الله، ابطال الخير اللي ممكن لها انها يعني تجيب الخير ديالها ان شاء الله. ام ندى مرحبا. علاء البغدادي مرحبا سي علاء. يوسفي يوسف مرحبا سي يوسف، الله يرحمنا يا رب، امين امين.
سي عبد الرزاق الجناتي، تحية متبادلة سي عبد الرزاق، صباحك مبروك اخويا، التوفيق وبالسلامة ان شاء الله والنجاح.